تجديد جواز السفر عبر تطبيق وزارة الداخلية. لتجديد جواز السفر قم أولاً بتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. اذهب إلى قائمة الإقامة. تحت قسم الجنسية اضغط على جوازات السفر. اضغط على تجديد جواز السفر. قم بإدخال البيانات في خانتها المناسبة، ثم قم بتحميل الصورة الشخصية أو قم بالتقاطها بكاميرا هاتفك. اضغط على إرسال. قم بعدها بإدخال عنوانك البريدي الذي سيتم إرسال جواز السفر إليه. ستظهر لك قائمة تكاليف المعاملة. اضغط على ادفع الآن وقم بإدخال بيانات بطاقة الائتمان. خدماتك بين يديك.